طيب خلينا نتكلم عن انه انت قلتي انا عندي انقاذ وغيره من الامور، فنريد احنا بعض النصائح او بعض الامور توجهيها لكل من يسمعنا يمكن تحميه من الغرق. هو الانسان من يغرق بعد ما يعرف لا يعرف شلون لا بس هو اهم شيء الانسان يحافظ على هدوءه. يعني مهما كان الغرق او مسبح عميق او اكو بعض المسببات يمكن يصير اكو تشنج معين او غيرها، فهل انه لازم الشخص يتهيأ قبل ما ينزل للمسبح؟ اكيد اكو تمارين الاحماء كلاعب قبل ما ينزل، اما تعرفين احنا كاشخاص عادي ما يعرف السباحه وقوانينها يجي راسا ينزل للماء فيصاب بتشنجات، مرات امراض تكون للقلب او هواي امور. فاهم شيء الحفاظ على الهدوء، وشغلة ثانية الإحماء، وشغلة ثالثة التركيز، وهي السباحة بالممارسة التقوية تصير. صحيح أنه مو رأساً يروح للغميج وهو مثلاً تكون إمكانيته يعني مو محترفة. مريم، أكو فرق كلش كبير بين اللي يسبح بالمسبح بالمسابح وبين اللي يسبح بالشاط، وحتى البحر مختلف تماماً البحر عن النهر ككثافة وكأنه شون يرفع الجسم، موجات هواء موجات بالضبط. فأحكينا شون الشخص أو اللي هاوي السباحة ينتقل من المسبح للشاط، هاي تصير صعوبة كلش كبيرة بالنسبة للشخص اللي متعلم بمسبح ويروح بشاط. كأنه يعني مو أي شخص يقدر يسبح بمسبح هو قادر أن يسبح بشاط. اللي متعلم بالشط ما يواجه أي صعوبة، حتى إذا سبح مثلاً ببحيرة أو بحر عميق، وحتى مسبح عنده مثل ما إحنا بنقول بالعراق زلاطة. بس اللي يتعلم بمسبح ويروح للشط يواجه صعوبة كلش كبيرة، كأنه إنسان ما يعرف يسبح. صح. يواجه شيء جديد صعوبات عليه. إيه إنه عباله إنه مجرد، رغم الشط أأمن من المسبح لأنه يكون ماء جاري. مو مثل المسبح يكون ماء هادئ ساكن. اللي يغرق ينزل جوا ما يمشي. زين مريم، انت سالتك قلت شو ممكن واحد اذا غرق شنو يقدر يسوي؟ انت قلتي هو يحافظ على هدوءه. صعوبه هي بالأول. انا اريد اعرف اذا شخص قاعد خارج وشاف انه شخص قاعد يغرق شنو الاجراءات الصحيحه اللي يسويها على مود يقدر ينقذ الشخص؟ اذا هو ما عنده خبره، يعني هي نصيحه انه ما يتقرب للشخص. اذا اكو احد قريب من عنده منقذ او شخص يعرف يسبح وعنده خبره بالانقاذ يساعده، لان حتى اللي يعرف يسبح وينقذ مو كل واحد يسبح يعرف ينقذ. الانقاذ الغرقان يريد بس شيء يلزم به حتى ينقذ روحه. صح. يدوس عليه ويطلع، حتى يعني يجوز يطببه وياه يغرقه، يؤدي بحياه الشخص مو شخص واحد. فبالتالي طيب يعني بس لازم واحد يساعد، يعني ما يقدر هاي. فشنو ممكن بعض الإجراءات؟ أو أنت أكيد قلتي يمكن أحد إذا جاك كدورة معينة مثلا تعلميهم أنه شو ممكن أنه يساعد أو إنقاذ بشكل عام، شنو بعض الأشياء اللي تعلميها لهم اللي يمكن حتى تساهم أنه مثلا أعطاء مثلا حاضرية شيء معين؟ شنو الإجراء الصحيح اللي لازم الشخص مباشرة يعني ما يقدر هم يعوفه ويغرق قدامه؟ صح. كشخص إذا غرق يعني قدام شخص أنه لازم أول شيء يأمنه، يحافظ على هدوءه حتى يسيطر عليه يقدر يطلعه. مو مثل الشخص يجي هو سويها وسفوقه يغرق يطبون اثنينهم. مو مثل اللي يأمنه ويحافظ على هدوءه حتى يسحبه بهدوء. يعني أكو تمارين خاصة للسحب، للإنقاذ، طوارئ خاصة للغرقان، يعني ومنتهي هواي أمور. كل واحد كل شيء وإلى تمرينه. نعم.